يعني انا معايا الحقيقه سياده الوزير الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه. برحب بيك يا فندم في 90 دقيقه. مساء الخير، ازي حضرتك؟ اهلا وسهلا الحمد سياده لله، الوزير. الله يخليك، اهلا بيك متشكر جدا. سياده الوزير. شايف ازاي موضوع تجنيس محمد الشرباجي؟ اولا عندي اسئله كتير لسيادتك وارجو الاجابه، بس مهم اسمع تعليقك عن هذا السؤال. اولا يعني بشكر حضرتك، ويعني حاجه عظيمه جدا ان احنا نهتم بالمجال الرياضي ونشوفه، وكمان نكون غيورين على بلدنا وعلى حاجتنا. ده شيء يعني يعني بنشكر حضرتك عليه، وبنشكر كلنا لازم نكون يعني عندنا طاقه كده ايجابيه كمان. يعني الحقيقه يعني المجال الرياضي من المجالات اصبح ليها دعم وليها مسانده كبيره جدا جدا من الدوله المصريه في كل المجالات. عندنا يعني طرح الايجابي بشكل كبير جدا، سواء على مستوى رياضة البطولة أو حتى على مستوى الرياضة للتنمية ويعني والإنشاءات الرياضية والمنشآت. جهد يعني كبير، احنا مقدرين ده الحقيقة طبعا. في يعني طفرة كويسة. يعني كمان يعني الحمد لله احنا يعني بنتعامل شوية بالأرقام. احنا 65% تقريبا من شعب مصر شباب، وقدرات الشباب بتتطور في كل المجالات المصريه وابداعاتها، وتمام القياده السياسيه ده في كل مجال في الحقيقه ملموس ومحسوس، وده انعكس على المجال الرياضي وانعكس علينا بشكل وكل كبير. شباب مصر حاسين بده. طبعا على كل الاصعدة وكل المستويات والله. يعني وعشان كده نظرتنا الايجابيه يعني موجوده وفي الرياضه، واحنا يعني على بطوله اكبر عدد من الميداليات الفتره دي مصر يعني احرزتها في كل الانشطه وكل الالعاب. التكريمات اللي موجوده من ابطالنا لابطال العالم اكثر عدد من التكريمات، واللي يعني فخامه الرئيس كرم كل الرياضيين او معظم الرياضيين هي في بطولات العالم او البطولات الكبيره جمعيه وفرديه. وكم منهم على فكره إيجابي. محمد الشرباجي؟ طبعا يعني الشيء الايجابي اللي موجود، وده خلانا حتى نحط رؤيه واستراتيجيه ومستهدف وبالارقام يعني للبطولات الكثيره اللي موجوده. عشان كده يعني دورنا انتقاء المواهب. عندنا مشروع قومي كبير جدا فيه اكثر من يعني 4000 بطل مستقبلي. مشروع قومي مصر عاملاه 11 لعبه في 316 حاضنه على مستوى المحافظات كلها. الحقيقه ده بدا يفرخ ولادنا في المصارعه. راحوا جابوا مشروعات قوميه، راحوا جابوا بطوله افريقيا تحت 20 سنه يعني في المغرب، في بطوله بحر المتوسط راحوا جابوا يعني 15 ميداليه، وموجود في كل الالعاب اللي مستهدفينها لغايه 2024 و2028 بشكل كبير جدا. تعاون مع التربيه والتعليم، احنا عندنا يعني تحت التعليم الجامعي 25 مليون يعني فرصه كبيره جدا لينا وللاتحادات الرياضيه ان احنا نعمل يعني هذا الانتقاء بشكل علمي بشكل مكثف جدا. وزاره الشباب والرياضه، المؤسسه العسكريه للتربيه الاخر، المدارس الرياضيه اللي موجوده، وايضا كل مؤسسات الدوله موجود الشكل الايجابي اللي موجود. فيعني نطمن ويعني لن ننضب زي ما بيقولوا. حتى في الاسكواش يعني كلعبه، الاسكواش ليها يعني خصوصيه شويه. الخصوصات الاسكواش عشان يعني احنا ابطال العالم فيها سياده الوزير. وهنستمر ولا تقلقي، وهنستمر. تمام. احنا يعني عاملين حسابنا كويس جدا جدا جدا، يمكن من 2014 شايفين ومحللين ان يمكن كان في بعض الدول كان عندها ابطال ومره واحده ما بقتش موجوده لصالح دول ثانيه اكبر. وده يعني سواء ان في المدربين الكبار او اللاعبين الصغيرين. عشان كده عملنا مشروع قومي، حتى اللعبه هي اقتصادات عاليه، لكن عملنا مشروع قومي كمان من ضمنه الاسكواش اللي فيه يعني مركز كبير في بورسعيد ومركز كبير في القاهره، بالاضافه الى اكثر كم من الملاعب بقى موجوده على المستوى سواء منشاتنا الحكوميه او المنشات واكثر كم من في الابطال. والابطال. فعاملين حسابنا
بشكل كبير جدا، لحتى الاسكواش نفسه المصري. ولادنا فيه على اعلى مستوى من التعليم والمنح، ولادنا راحوا درسوا في هارفارد وراحوا درسوا في جامعات وجم. فاحنا بالعكس، احنا زي ما بيتقال بالمثل البلدي كده، يعني مصر ولاده لا ولاده. ويعني سواء محمد او غيره احنا بنقول له بالتوفيق. وانت شفت طيب او عايز ان احنا انا مؤمنين اكمل بس سيادة الوزير الكلام بعد بانه اذن حضرتك يعني. ف مؤمنين بانه مصر ولادة طبعا، بس انا عايز اسال يعني هل حققت طب في خليني تجنيس محمد اكمل الشرباجي؟ اللي انا عايز اقوله بعد اذنك بس. اتفضل. فمحمد او غيره اهلا وسهلا، ربنا يوفقك. وبرضه ده لن يعني عشان ما يديش الموضوع طاقه اكبر او موضوع اكبر من قدره، ونحجم مصر في شخص بعينه، وبعدين يعني نتكلم هنا وهنا. اهلا وسهلا، انت يعني اديت اللي انت عايزه بطريقتك وعايز تزود دخلك، يعني اهلا وسهلا. احنا في كتير يعني اعداد من محمد الشرباجي موجوده، وفي كمان يمكن اللعبه ليها طبيعه، اللاعب المحترف كويس معظمهم محترفين، وكل لاعب الحقيقه عنده منظومه، ودخله في مصر لا يعني ملايين، دخله كل لاعب كده من اللاعبين المحترف دول، لاعبين المحترفين. وفي قطاعات خاصه كثيره بتدعم سواء من المستويات الناشئين لغايه الكبار، يعني عندها منظومه اللي هي يعني عايز يوصل ليها لسه قدام وقت طويل، واحنا محافظين عليها. فلازم ناخد بس الموضوع كده يعني، وده لا يمنع ان احنا برضو الصورة نشوف الكاملة. المجريات ونحلل والاخره، ده موجود يعني. بس ناخدها بقى خلاص يعني بيسر شويه، ويعني خلاص احنا عندنا هنطلع تاني محمد وغيره وغيره وغيره. فيعني الموضوع ده ما ياخدش اكبر من قدره بس، وحضرتك حللتي وقلتي ونظرتي، فيعني وبالعكس احنا متابعين جدا، وبكل يعني اللي بتقولوه في الاعلام المصري وحضرتك يعني في متابعه، وبناخد بيه بشكل كبير جدا. فيعني انا يعني خلاص واحنا بنعمل حساباتنا كتير جدا في يعني اي حاجه موجوده. محمد صلاح ده يعني لا معلش ايقونه. سيادة الوزير، معلش انا مش عايزه اطلع لسه من موضوع الشرباجي بعد اذنك، انا سبتك تخلص، بس انا ليا سؤالين معلش. هل الوزاره حققت في تجنيس محمد الشرباجي ولا لا؟ بس بص حضرتك انت يعني الموضوع اكيد احنا بنشوف الاسباب، وده مش ما بين لحظه ويوم، خلاص احنا عرفنا امبارح، واكيد شغالين في كل اللي انت تتخيليه وكان يعني. في لكن اجتماع بس لازم عاجل نطمن، النهارده انا مع اتحاد الاسكواش، ده مهم، عايزين نعرف ايه اللي حصل يعني فيه كل الحاجات نتائجه. موجود، كل ده موجود ما تقلقيش. وكل عمل احنا انا وزاره مش الشباب قلقانه، والرياضه، انا بس عايزه الناس تعرف طب وتفهم بس. احنا يعني بنقول للناس وبنقول للدنيا كلها، احنا الوزاره بتتابع كل صغيره وكبيره لاي مجال واي مكان واي اتحاد، زي ما بنساعد وبندعم بندقق ونراقب يعني. ده موجود، طيب هل في وبنعمل خلل مشروعات قوميه بيعالج كبيره، يا بنعمل سيادة مشروعات الوزير؟ قوميه كبيره فيها يعني. بس طب سيادة الوزير، في خلل، هل في خلل في المنظومة الرياضية؟ يعني ايه خلل؟ يعني في تقصير، بنحاسب عدم دعم البعض، أو عدم الاهتمام بالمواهب الاهتمام الكافي، عشان كده بيحصل اكيد النتيجة اللي احنا اكيد اكيد شايفينها؟ اكيد. احنا اي عمل انساني فيه كل حاجه، فيه المميز وفيه في الاداء الرمادي وفيه الاداء القوي، وده دورنا ان احنا نتابع ده ونتابع ده ونتابع ده. طيب كويس. المنظومات الرياضيه، المنظومه يعني شغل او الاتحادات ليها تبعات اتحادات فنيه، كبيرة، اتحادات منظومة دوليه ضخمة وليها يعني. الخط قطع بس يعني، معلش بقول لحضرتك اتحادات كبيرة ومنظومة ضخمة، يعني كان طبعا، الله في بس عونكم يعني يعني. طبعا وفي يعني من خص من يعني تقريبا، او ما نقولش يعني التعميم بصفه عامه، في المميز وفي الاداء يعني لازم يدقق ولازم نراجعه، وفي يعني في كل اللي موجود ده موجود في كل الدنيا يعني، ده موجود في كل الدنيا. لكن يعني مش موضوع منظومه، لكن موضوع يعني خصوصيه المقصر في ادائه احنا يعني متابعينه. ياما الفترات اللي فاتت لكل التحديات دي ناس حولت الى اماكن معينه، ناس اتحاسبت، ناس ما بقتش موجوده، لكن في قوانين دوليه بتحكم هذا العمل،
وفي كمان يعني قوانين محليه. المنظومه بس الاول كلمه المنظومه لا بخير كلنا كمصريين، وده رسالتي لكل الناس، وزي ما قلت في دفع وتدقيق وحساب. ده بصفه عامه. ورياضه احتراف بتختلف شويه غير رياضه البطوله، بنتكلم على توثيق منظومه، غير رياضه الهواه، غير ان احنا يعني اهتمامنا كمان بمراكز الشباب وتطوير الرياضه فيها ودعمها، ده كله لما اقول كلمه منظومه يعني. طيب حضرتك يا فندم تابعت رد فعل الناس في موضوع محمد الشرباجي، هل يعني انت شايف انه ليه تأثير او في تأثير في حق محمد الشرباجي تحديدا؟ ده كويس ان حضرتك تقولي ده، ودي رساله طمأنينه لينا. بنقول للشباب يعني اتمرنوا والعبوا واشتغلوا وخرجوا بره وانزلوا جوه ويعني اطمنوا يعني. ده الرساله اللي انا عايز اقولها كوزير مسؤول يعني.